45 ديال المدن المغربية خرجنا ودرنا وقفات لإحياء الذكرى 9 ديال الحركة الدولية. واليوم احنا خارجين هذه المسيرة الوطنية ليس فقط في إحياء الذكرى 9 لأن البلاد ديالنا كتعرف واحد الانتكاسة واحد الريدة على المستوى ديال حقوق الإنسان وعلى المستوى ديال الحريات. أما المحور الثاني فيتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية خاصة حقوق ديال الشهيرة، لأن الحقوق ديال الشهيرة اليوم مهددة بشكل خطير من طرف الرأسمالية المتوحشة في البلاد ديالنا، واللي حتى القانون ديال الشغل أو القوانين ديال الشغل ما بقاتش اليوم كتطبق، ما بقاتش اليوم قوانين ديال البلاد قوانين رسمية ما بقاتش تطبق في المعامل، والحق النقابي ولا كيتضرب بشكل واضح من طرف لا الفقرة المتوحشة ولا السلطات المتعاونة معها. إذا حنا هنا اليوم باش نأكدوا المطالب ديالنا في جميع المجالات. في المجال ديال الحريات المطلب ديالنا الأول هو مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وخاصة المعتقلين ديال الحراك ديال الريف. ثانيا باش نأكدوا على المطالب الاجتماعية ديالنا، ومن أجل باش نتحقق هذه المطالب درنا هذه الجبهة الاجتماعية المغربية اللي هي اليوم تقدم واحد العدد مهم ديال القوى السياسية والمقاطعة والحركية الديمقراطية، ولكن احنا مازال عازمين باش أننا نوسعوا هذه الجبهة الاجتماعية باش ننتقلوا من مظاهرات ديال مئات الآلاف ديال المواطنين، لأنه بدون مظاهرات كبرى وقوية ما يمكنش يكون عندنا القوة ديال الضغط باش نحققوا المطالب. الحركة واش عندنا مطالب سياسية واجتماعية؟ عندنا طبعا مطالب سياسية واجتماعية. الحريات هي داخلة في إطار المطالب يعني السياسية اللي تنقولوا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسية سياسي. طبعا هو حقوقي كذلك، ولكن ملي تنطلبوا الحريات تنطلبوا الاحتراف بالمسائل الاجتماعية. طبعا عندنا المطالب الاجتماعية واضحة اللي هي متجسدة حقوق والثقافية والبيئية، وخاصة منها الحقوق الشغلية اللي كتهم الطبقة العاملة والأجراء في البلاد.